أهلا وسهلا مشاهدين، نواصل معكم مادة الشروق الصباحي الحي. نشطت في فترات متعاقبة يعني مبادرات تخدم الإنسان السوداني في مجالات مختلفة. توحيد هذه المبادرات ممكن يقدم خدمة كبيرة جدا للمواطنين والأسر المحتاجة والمتعففة. إحنا الآن خلاص في الشتاء، والشتاء بيحتاج لمعونات كبيرة جدا، خاصة الأسر اللي ما بتقدر إنه يعني توفر مستلزمات المختلفة اللي بتهمهم من أجل الدفء يعني. ففي واحدة من المبادرات اللي نشطت منذ سبع سنوات متتالية في تقديم الخدمة الكبيرة للمواطنين أحمد. نعم، ونحن بنكرر دائما في كل فصل الشتاء دعواتنا ومناشداتنا لكل المنظمات التطوعية ولكل الخيرين ولكل المبادرين توفير الغذاء والكساء. والكساء تحديدا دي واحدة من أهم أجندة مبادرة صرير الصيد. أسعد أن يكون معنا عضو المبادرة أبو عبيدة أرباب. مرحبا بك أبو عبيدة، صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل الجمهور بتاعكم، صباح الخير عليكم. أهلا وسهلا. طبعا صرير الصي، لربما المواطنين يكونوا عارفين الاسم ده وآخرون ما عارفين يعني شنو صرير الصي. أول حاجة نفصل في معنى الكلمتين يعني. طيب، صرير الصي اللي هو الخلا، والصرير اللي هو صوت الهواء البارد. فصرير الصي يعني أهلنا بيقولوا دائما قمة البرد، لما يكون يسمعوا صوت الهواء يكون بقمة البرود، دي معناها الليلة حتكون باردة شديد. فنحن اخترنا الاسم من هنا، إنه لأن نحن عندنا علاقة بالبرد، فاخترنا اسم صرير الصي معناها الشتاء البارد شديد. بتحاولوا توفروا شنو في الشتاء البارد؟ في الشتاء كل شتاء حاليا بنحاول نوفر أكبر كمية من البطاطين عشان نوزعها على المشردين، تليها بعد ذاك الخلاوي، الأسر المتعففة، حسب بعد ذاك حوجة البطاطين. سنويا قاعدين نوزع، دي سنتنا السابعة، أو دي إن شاء الله حنشتغل السنة السابعة. الفكرة إنه إحنا بنجمع المبالغ أو البطاطين وبنحاول نوزعها على الناس، أو زي ما قلت الأولوية للمشردين. انتهينا من المشردين بنمشي نشوف الخلاوي، إذا انتهينا من الخلاوي بعد ذاك بنشوف الأسر المتعففة، على حسب بعد ذاك كمية البطاطين اللي بتجي. طيب، عايز أشوف معك يعني سبع سنوات ما سهلة. سبع سنوات معناتها في مشاريع كثير على أرض الواقع نفذت، سواء كان في فصل الشتاء أو غيره. لو تكلمنا عن استهداف النازل أو الناس المحتاجين يعني في الخرطوم أو ولاية السودان المختلفة، بتصلوا لهم كيف أنتم؟ إذا كان بنتكلم عن ولاية الخرطوم، هنا المشردين أول المشكلة واجهتنا بس في أول سنة، إنه إحنا عشان نعرف مكانهم هم بنوم وين، لكن بعد ذاك مع السنين الثانية بقينا عارفين محل تواجدهم في الشتاء بكونوا هنا. بنمشي لهم طوالي، بنكون عارفين انه فلان ده بيكون قاعد هنا، حتى اول ما تصل لهم هناك فلان بيوريك فلان قاعد وين، هم بعد ذاك بيدلوك على الزول الثاني اللي انت عايز تمشي له. فعن طريقهم عرفنا اكبر كميه من الناس اللي هم قاعدين في الخرطوم. يعني عن طريق فريق عمل ميداني انتم بتوزعوا من خلال المبادره؟ لا، اول سنه كنا بنجتهد شديد عشان نعرف محلهم وين، لكن هم ذاتهم المشردين بيورونا باقي يومين وبيتواصلوا معك. بالضبط. طيب، قبل سبع سنة لما بديتوا هل انتوا اصدقاء ولا تلاقيتوا وين، والفكرة بدت من وين؟ يعني منو فيكم الفكر في الموضوع ده انه نبدا نشتغل مبادرة وبطاطين بس انتوا تشتغلوا فقط بطاطين؟ ايوه بطاطين. طيب، الفكرة بدت الله يديها العافية زميلتنا سلافة في شارع الحوادث، هي صاحبة المبادرة، هي اللي بدت المبادرة. فكان مرت يوم بيستاك ولقت كمية من الشباب والناس الكبار اللي لقيتهم قاعدين، ف لقيتهم من الصغط اي زول ماسك في الثاني، فقالت لهم مالكم؟ قال يا اخي احنا ما عندنا بطاطين. فبادرت انه هي يا اخي ليه ما نمشي نجمع لهم بطاطين؟ جات كلمتنا يا اخواننا نحن دارين نجمع بطاطين كده كده. بدينا بالناس ديل، بعد ذاك مشينا اكتشفنا انه في حته ثانيه فيها حوجه، والموضوع مشى. دي كانت البدايه من طيب ناحية. طيب، السؤال بيتبادر في اذهان الساده المشاهدين، انتم كشباب مبادرين هل في جهات معينه بتدعمكم؟ هل الدعم ذات من مؤسسات معينه ولا من افراد؟ طيب، الدعم مينلي بيجي من افراد، ما في مؤسسات، ما في هنا، لان نحن مبادره. وبعدين يعني في ناس كثيره بقت متبرعين ثابتين سنويا، بيضربوا لك اها الشتاء ده شغالين؟ ايوه شغالين. فبقي عندنا ناس ثابتين بيضربوا لك يعني سبع سنين بمناسبه بيضربوا لك دي طوال. خلينا نخش في ارقام التلفونات والحساب ونواصل ثاني في المحل. طيب، ارقام تلفوننا عندنا رقم تلفون واحد اللي هو 09-117-496 ثاني 09-117-496 ده رقم المبادره. كويس. والسنه دي دخلنا رقم حساب للناس لانه بقى اسهل لهم اللي هو 13-49-13-8. اها، ده رقم حساب في بنك الخطوة. في بنك الخطوة. بالضبط. طيب، لو قلنا انه الان الشتاء دخل خلاص والناس كلها بتحاول انه تجيب مستلزمات الشتاء يعني بطاطين او غيره من ملابس البرد،
فعايزين نشوف استهدافكم الان، هل لمنطقه الخرطوم المركز ولا حتنتشروا ثاني في ولايات السودان الاخرى؟ طيب الموضوع ده مبدئيا بيعتمد على كميه البطاطين اللي بتجي اللي هي عددها حيكون قدر شنو، لكن الاولويه لنا زي ما قلت لك نكف في الشارع، بعد ذاك اذا في، لكن يعني زي ما قلت لك في ناس بتبادر مثلا من برا الخرطوم، الناس برسودان هم ذاتهم بيبادروا بيبدوا يجمعوا القروش وبيضربوا لنا، بينسقوا معانا، يا اخي نحن دارين البطاطين السنه دي اشتريتها من وين، عملت شنو، التوزيع كان كيف كده، فنحن بنديهم اللي بنقدر عليه، فهم ذاتهم يعني نحن قلنا مبادره ليه؟ لانه مبادره دارين اي زول من عنده هو يبادر، يعني الناس الابيض بيبادروا براهم، ناس برسودان بيبادروا براهم، الناس الشماليه برضه كذلك بيبادروا براهم، فنحن بس بنكون بنساعدهم بانه بنوريهم يا اخي اعملوا كده سووا كده ده كده. طيب ليه لحد الان ما سجلتوا المبادره؟ يعني هل عشان كل الناس يبقوا بعد ذاك مبادرين تحفزوا الناس عشان الموضوع ما يبقى الشغل مختصر على اشخاص بعينهم، ولا ليه؟ ولا سبع سنه كثير يعني، سبع سنه المفروض تكون المبادره الان اتسجلت وبقت منظمه او كذا؟ ما هي احنا ما سميناها كمنظمه، احنا مبدئيا سميناها كمبادره، دايرين الناس تتحرك، يعني احنا في يوم من الايام بنحلى منه ما ضروري صغيره بسيطه تكون قاعده ما يعني، لكن الفكره تكون موجوده بالضبط. نحن دارين ننشر الفكره انه يا اخي صغير الصيف، يعني في ناس هسه بقت كل مره خلاص انا حاشيل بطاطين وحمشي اوزع براي، بنقول له دي الفكره انه يعني لو كل زول شال في عربيته مثلا مشى اشترى له 10 بطاطين 15 بطانيه خدتها في العربيه ورا، وهو بالليل قال له زول مثلا ما مغطي يغطيه ويمشي، دي الفكره بتاعت المبادره، عشان جاي دارين الناس هي التبادر، اي زول يبادر من نفسه يعمل الحاجه. طيب المبادره فيها شباب ده خلاق قادر على انه يقود المبادره سبعة سنه تمتد لاكثر زي ما ذكرتها، ان شاء الله ما يجي الوقت اللي بيحتاج فيه الطفل المشرد او المواطنين للدعم يعني، وتبقى يبقى الهم الكبير للدوله، لانه معين الدوله قد لا تسعى للتنفيذ كثير جدا من المشاريع، الشباب بيقوم يتموا الناقصه يعني. فعايزين نشوف انه انتم الان البطاطين اللي بتقدموها دي مرات ما بتكفي المركز، فهل في شراكات معينه مع منظمات توحيد مبادراتكم دي مع مبادرات ثانيه؟ طيب من لنا كم سنه شغالين يعني في مبادرات ثانيه برضه، لكن مثلا ما شغالين الشارع، شغالين الاسر المتعففه، في ناس تخصصوا خلاوي، في ناس بس بيقول لك يا اخي نحضرين نجيب البطاطين نوديها الخلاوي، ففي تنسيق بيناتنا عشان نغطي اكبر رقعه بنقدر عليها. يعني مثلا لما يكون مثلا زول يضرب لي يا اخي انا داير اودي بطاطين خلاوي، اوكي خلاص اضرب لي فلان ده هو متخصص خلاوي، فلان ده يا اخي متخصص اسر متعففه، انا متخصص شارع، يعني انا بوزع للاطفال في الشارع، ده متخصص معسكرات، فالتنسيق اللي بيناتنا ده بخلينا ان احنا ننشر اكبر كميه من البطاطين ونغطي اكبر حوجه. كونوا مرتبين بعد ذاك حاجاتكم. طيب كيف برضه الشباب يتواصلوا معكم؟ هل عندكم صفحه في الفيس، في جروب في الواتساب؟ يعني اذا زول حاب انه يساهم معكم او يعرف خط سيركم يعني كيف؟ الحاجات اللي احنا بنشير بها كل وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الواتساب، كل الحاجات دي يعني بننشر. في صفحه باسم المبادره في الفيسبوك؟ ما في صفحه باسم المبادره. بننشر في صفحاتنا الخاصه، شغالين هسه لحد هسه شغالين بصفحاتنا الخاصه. ما خشيتوا الجروبات؟ في جروبات كثيره فيها ونزه كثيره، خلاص ممكن تستفيدوا منها. بننزل فيها يعني قدر ما الله يدينا، يعني كل ما نلقى لنا جروب بننزل فيه، ودي حياتنا يعني. قلت لك اهتمامنا الاساسي على الفيسبوك والواتساب بالضبط. طيب هسه بديتوا ومستمرين في البطاطين، ما عايزين تتحول لسيوترات ملابس البرد بتاعت الشتاء، ولا دي موكله لمبادرات ثانيه؟ في ناس شغالين مبادرات زي دي، لكن نحن البطاطين ليه؟ لانه البطانيه يعني بعد انتهي الشتاء هو ذاته بيستفيد منها، يعني وانس انه الشتاء انتهى بتكون خلاص حوجته للبطانيه انتهت، فالبطانيه دي ممكن يتصرف منها يبيع يستفيد منها مثلا يكون جاي الدخيره للشتاء الجاي. في ناس فعلا بتدخلوا للشتاء الجاي، في ناس مثلا بتجيهم حوجه، انا بعرف زول كان بيرسل بيها مصاريف لاهله وانتهى الشتاء بشيلها بيبيع وبيمشي بيرسل مصاريف لاهله لان حوجته اكبر. بالضبط. يعني عملتوا جروب سميتوه السرير السوداني بيمشي الايام دي عندنا في موضه زي كده في الفيس. طيب رساله اخيره لكل الناس الان بيتابعونا وللشباب تحديدا، لان يعني عجبتني فكره انه يا جماعه احنا مبادرين ما دايرين نعملها كمنظمه يعني، بس عشان الفكره تنتشر لكل الناس. هي الرساله المهمه اللي حابه توصلها هي دي المسج بتاعتنا يا اخواننا، اي زول بيقدر يعمل اي حاجه ما الا عن طريقنا، انت اذا كان عاوز تعمل اي حاجه طوال بادر بنفسك، احنا عشان كده قلنا انها هي مبادره يعني ما ضروري ان احنا نعملها، اي زول لو كل زول مثلا شال له خمسه سته بطاطين في عربيته وبالليل، يعني بالليل في البرد لما يكون في برد شديد اطلع بالليل حتلقى كميه من الناس قاعده اكيد، يعني شيل غطي بدل ما نحن يعني ولو ما قادر تعلينا اصلنا نحن بنوريك محله وين داير تعرف مكانه وين اضرب لين، يعني احنا بنوريك ما بنقصر معك. طيب ابو عبيده الان المبادره استمرت سبع سنوات ولسه زي ما ذكرتها، لكن هل عندكم مشاريع مستقبليه يعني غير البطاطين؟ عايزين تطوروا في المبادره اكثر ولا حتقيفوا بمجرد ما انتم قدمتوا الخدمه؟ في فكره ان شاء الله لقدام انه يا اخي نحن بدل ما
كل سنه نقعد نفتش على الناس ديل في حته، لما نيجي الشتاء مثلا يكون عندنا مبنى نقدر نلمهم فيهم، لان احنا عندنا معانا في نفس اللاين بتاع البطاطين ده في ناس بتعمل اكل يوميا، فلما نلمهم كلهم في حته واحده مثلا بيت كبير، يعني لو لقينا حته مثلا بيت كبير انه يا اخي تعال نوم هنا وكل، تعال بيت عندك البطانيه عندك مرتبتك نمت بكره الصباح تقوم تشوف رزقك وتجي ثاني يوم بالليل تنوم عادي. دي حتكون مريحه بالنسبه لنا شديد، ليهم ولينا. يعني احنا كده بنضمن انه مثلا البطانيه حتقعد 3-4 سنين حتكون قاعده في محلها، كذلك المراتب. التوزيع بعد ذاك نحن بنكون حاصرين عددهم كم؟ بيكون مثلا بيت في الخرطوم، بيت في بحري، بيت في ام درمان، بيكون عندنا حصر دقيق لانه عددهم كم وانه هم حوجتهم شنو الاساسيه. دي الفكره ان شاء الله اللي قدام. نذكر الناس مره اخيره برقم التليفون ده للتواصل. ايوه. لو الناس تقدر يتواصلوا معكم اللي هو 0917-496. بالظبط. ورقم الحساب في بنك الخرطوم طبعا ده بيكون اسهل، يعني الناس اللي عندهم تطبيق بنك. بالظبط. رقم الحساب هو كم؟ 13-49-13-8. 13-49-13-8. بالظبط. طيب ابو عيده، لو الناس عايزه تنضم الان عجبتهم الفكره تقديم المعينات طبعا للناس المحتاجه، حيصلوكم من خلال ارقام التلفون ولا عندكم موقع زي ما ذكرت ولا عندكم مكتب معين كده الناس ممكن تصل وتقدم الخدمات دي يعني؟ طيب نحن اذا ضربتوا لنا في التلفون بنوريك بعد ذاك اقرب مكان بالنسبه لك انت، يعني ما بتحتاج تصل، مش يقدم الخدمه طوالي يعني. لو في امكانيه طبعا نحن بنوريه طوالي، لكن مثلا اذا زول قال داري يوزع على طريقنا، نحن مثلا في كل مثلا ام درمان الخرطوم بحري عندنا مثلا بناخذ بيت واحد من المتطوعين يا اخي، خلاص نحن حنخط السند البطاطين عندنا، فبكون ده المخزن بتاعنا، فبيجي بوريه مثلا انت من وين؟ قال لي يا اخي انا من الخرطوم. طيب خلاص امشي الحته الفلانيه بتلقى زول فلان الفلاني خلي له الحاجه. فبنحاول ننسق، نحاول نسهل الموضوع على قدر الامكان للناس. انت ذكرت انه انتم شغالين في الولايات، في ولايات كثيره كان فيها نزاعات وحروبات وفيها معسكرات نزوح، يعني ممكن دي برضه حوجتهم قد تكون اكبر، فبرضه هل عندكم يعني ما اقدر اقول ماده بحثيه، لكن هل عندكم يعني ترتيب برضه الولايات شنو الولايه المحتاجه رقم واحد دي المفروض يكون فيها تدخل سريع، نحاول نحفز الناس انه يكونوا مبادرين فيها في المنطقه الفلانيه؟ طيب دي كان مثلا زي اول سنه او ثاني سنه ما متاكد، كان اشتغلنا مثلا واحده في المعسكرات في دارفور. كان بعد ذاك بدينا نحسب انه يا اخي مثلا معسكرات اللاجئين هي حوجتها بتكون لشنو؟ للبطاطين لشنو؟ فبنحاول قدر الامكان ان احنا ما عندنا طريقه، يعني انا واحد من الناس ما عندي طريقه اطلع برا الخرطوم لظروف الشغل. فانا لو في زول بيقدر يمدني بالحاجه دي او المعلومات اللي انا بتكفيني انه انا اقدر اعمل حاجه تماما ما حتاخر، يعني ربنا يقدر. يعني هسه دي رساله لكل اهلنا في الولايات، يعني زول ممكن ينضم للمبادره دي يخلق جزء من الشغل يكون في الولايه اللي هو موجود فيها او المدينه اللي هو موجود فيها بالتنسيق معاكم يعني. اكيد. بعدين حتى يعني مثلا لو الفكره على يعني الناس كلها بتشيل فكره جمع التبرعات، يعني يقول لك نجمع التبرعات كيف؟ يعني اكيد في كل ولايه بكون في كم 3-4 شخصيات كده معروفه بالنسبه لكم، يعني امشي لهم ووريهم وصدقني ما حيجي. في ناس بيكونوا ما معروفين لكن حابين انه يساعدوا. يعني في ناس بيقول لك في ناس بيكونوا بفتشوا انهم يساعدوا كيف؟ وما لاقين طريقه، فديل لما انتصلوهم يعني الولايات. نحن لو كل ولايه مثلا بادرت انها تعمل حاجه زي دي نحن ممكن نوريه اعملوا كده وسووا كده وامشوا للتاجر وقولوا له كده، والحاجات دي كلها بتسهل عليهم شديد. اها. وانت من خلال صباح الشروق صوتك وصل، ممكن الناس حتى ربات المنازل يساعدوا في تكوين يعني الوجبات المختلفه ويساعدوكم كمان خلال تقديم ايضا البطانيات، يعني دي حاجه كويسه ممكن تحصل. احنا مقدرين جدا ابو عبيده ارباب عضو مبادره صرير صي صحيح. أيوة. صرير الصي. شكرا جزيلا، كثر خيرك. شكرا لكم. مقدرين. كثر خيرك. هنتواصل معكم بالتأكيد في صباح الشروق مشاهدينا الكرام، لكن عقب هذا الفاصل القصير.